السلام عليكم، اسمي صابر، كنلعب في نادي وفاق طنجة، عمري 17 سنة. اليوم المباراة كانت مع نادي الأطلس، انتهت بالتعادل اللي مثله. عملنا الجهد ديالنا وما وفقناش الحظ، إن شاء الله نعاودوها في مباراة أخرى. يعني قلتي تقريبا السن ديالك شحال؟ 17 سنة. شحال ديال الزملاء ديالك اللي لعبوا في هذه المباراة هذه؟ تقريبا السن ديالهم بحال السن ديالك؟ حتى هو الوحيد اللي فاز 17 سنة. واخا، بالنسبة لك كيفاش كتشوف البطولة ديال هذا الموسم هذا؟ بطولة مزيانة. متكافئة؟ لا متكافئة. متكافئة بالنسبة لجميع الفرق المشاركة. واخا، إلا سألتك بالنسبة لك أنت دابا كيفاش كان مثلا الأداء ديال الزملاء ديالك في هذه المقابلة؟ واش كان بحال المباريات الأخرى ولا اليوم كانت؟ لا، هذه المباراة عملنا فيها جهد أكثر من كانت كاين مباراة أخرى ما توفقناش. واش كانت عندكم فرص باش تسجلوا؟ فرص بزاف. يعني لقيتوا الصعوبة اليوم باش تسجلوا في هذه المباراة؟ شنو هي الصعوبة اللي لقيتوها؟ قلنا فريق آخر تا هو كان متماسك كيلعب كرة مزيونة، تا هو كيلعب وضيع تا هو عليها. وكيفاش غادي تواجهوا يعني المباريات المقبلة؟ الشوط الثاني نعملوا بالجهد ان شاء الله ونحاولوا نتعوضوا. واخا، شنو الامنيه ديالك؟ الامنيه ديالي ان شاء الله يطولوا هذا العام ان شاء الله الممتاز السعودي ان شاء الله الممتاز. اذا طنجي سبور كيتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لكم. شكرا.